بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، حبابكم عشرف بيتكم بيت الهنا. الأسرة السودانية والأسرة الممتدة اللي احنا دايما بنتكلم عنه، الحمد لله إنه متواجد بشكل كبير في السودان، والأسرة الممتدة اللي هي بتكون فيها كثير من الناس الموجودين في بيت واحد، لهم علاقة أسرية ولهم علاقة أيضا تضامنية مع بعض. بالتأكيد إحنا تربينا في البيوت دي وعرفنا قدر المستطاع كيف إحنا ممكن ننمي العلاقات الاجتماعية داخل البيوت السودانية. عموما النسيبة بتربي والنسيبة بتحانن أولاد أولادها وبتحانن مرة ولدها، لكن في بعض المسائل اللي لها علاقة بالمشاكل، إذا كان المطبخ لهم مشكلة أو إذا كان علاقة النسيبة مع مرة الولد أو العكس صحيح. عموما إحنا هنتكلم عن الموضوع ده ونشوف دور النسيبة كيف في إنها ممكن تكون أم حقيقية للبنت، والبنت برضو تعتبر إنه نسيبتها هي أمها. أهلا بكم مع الأخصائية الاجتماعية اللي هتشرفنا بعد شوية، أستاذة مها أحمد عبد الرحيم، أهلا بكم. بيت الهنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وبنرحب بضيفتنا اللي وصلت لي صالون بيت الهنا، أستاذة مها أحمد عبد الرحيم، وهي أخصائية اجتماعية نتناقش معها في النسيبة وعلاقتها بمرة الولد أو عموما يعني شكل النسب. أهلا بك كثير وشرفتينا. أهلا بك، مرحبا. أول حاجة خلينا نتكلم عن أهمية علاقة زوجة الإبن بالنسيبة. العلاقة بتاعت زوجة الابن بالنسيبة دي بتحددها شكل التربية بتاعت الزوجة ذاتها. يعني هي قامت تتربت في أسرة فهمتها أنه أنت علاقتك بنسيبتك لازم تكون زي علاقتك بأمك، احترامك لها في مكانة أمك دي بتغذيها بها الأم من هي يعني صغيرة، يعني أنه بتبدا يعني انه انا افهمها واديها تمهيد في البدايه قبل ما تخش العلاقه. ما يجي دور الام في الاخر بانه تحصل مشاكل بعد ذلك، بعدين بتاخذها من المجتمع اللي حولها، يعني من اسرتها ذاتها، بتلقى علاقه خالتها بنسيبتها كيف، علاقه امها ذاتها بحبوبتها هي، دي بتديها زي دروس يعني بالواقع عديل كده بشكل قصص. والله أيوة. انا حبوبتك كانت كده وكانت علاقتي بها كده، فدي لها علاقة بترسيخ المفهوم. بترسيخ المفهوم يعني. تمام. ليه ارتبط يعني في ذهن الناس العلاقة الحادة ما بين زوجة الابن وما بين النسيبة، أو مثلا زوج البيت ونسيبته يعني؟ والله العلاقة الحادة دي هي تقريبا دخلت لنا يعني، ما زمان ما كانت في، لأنه احنا كانت الأسر بتاعتنا أسر ممتدة. يعني الأسرة بتكون الخالات قاعدين مع بعض، دي متزوجة ودي متزوجة وولدوا أطفال، الخالة بتربي مع أختها، فالبيت بتقوم مربيها خالتها في مكانة أمها يعني لغاية ما تكبر، بتبقى هي في مكانة أمها، كبرت وولدها كبر بيبدو يتزوجوا من الأسرة، بتبقى هنا النسيبة، بس الشكل بتاع العلاقة تغير، بدل خالتها بقت نسيبتها. أيوة. يعني هي الاحترام مسبقا أو هي خاتان في مكان أمها مسبقا من الأول، وبتزيد العلاقة بتزيد دي جمال. أيوة. بتزيد احترام. ايوه. افتكر حتى اذا دخلت غريبه في الاسره فبرضه بيكون الاحترام موجود. أيوة. والتقدير موجود، وبتعاملها حتى النسيبه ذاتها بتقول لها يا بنتي تعالي سوي لي وشيلي وعملي وكده. تفتكر انه الوسائل الاعلام المختلفه لها دور في تغيير المفهوم ده؟ كثير. يعني المسلسلات والحاجات. أيوة كثير كثير. يعني هي ده تظهر ظواهر كده، بتلقي انه البنات يعني الواحده تقول لك انا نسيبتي والله عجيبه جدا. دي شافتها في مسلسل اكيد، انا اتعامل معاه كده. دخلت كانوا عايشين في بيت واحد، دخلت المطبخ هي بتمرق تخلي ليها، ده موقف بتكون مشهد شافته. بيأثر كثير جدا في شنو؟ في العلاقة بينه وبين نسيبته. خليني أتكلم عن المكانة هنا. مكانة الزوجة الولد مثلا، إنه أنا ليلة نسيبة ودي مرة ولدي، أتعامل معها زي ما بتعامل مع بنتي. برضو المسألة يعني خلينا نأخذها من الجانبين، النسيبة اللي هي أم الولد مثلا وما بين البنت العروس يعني. هي طبعا النسيبة لها دور كبير جدا في احتواء منه ما زوجة ولدها، يعني إذا من الأول جات وعاملتها معاملة بتاعت إنه أنت في مكانة بنتي، تخيلي لو جايه بصوره عدائيه يمكن تمتصها منها. صحيح صحيح. لو جايه بمفهوم غير بتغيره ليها.
والحكايه بالعكس. هاي الحكايه بالعكس إذا هي لو شويه حاده البيت تمتصها. صحيح. وكثير من الحاجات الجميله اللي بنسمع بها بانه والله الام في كبره مسكتها مرت الولد اكثر من البيت أيوه. ودي حاجه كتير. افتكر جميله ويعني بتكون موجوده في مجتمعاتنا. عندنا استطلاع استاذه مها عملناه، برايك كيف ممكن تتعاملي مع نسبتك تكون زي امك؟ كيف العلاقه دي بتتم؟ تعالوا نشوف الاجابات. النسيبة في مكانة الأم، هي الأم بالنسبة للزوج وهي في مكانتك أمي، ولازم تعامل معاملة زي ما أمك تعاملي أمك أنت تعامليها هي. حاعملها نفسي أمي، حاخدها في مكانة أمي وحاعملها تعامل حلو، يعني إن شاء الله أنا ما حتلقى مني حاجة كعبة وكذا. حقيقة أنا بعتبر نسيبتي أمي يعني، فالزول بجد أنا لو عندي أم تانية حقيقة تكون نسيبتي. يعني مجموعة من الأفكار الحلوة، وأفتكر هي موجودة في الواقع السوداني إنه نتعامل بطريقة جميلة مع النسيب. حتى كلمة النسيبة دي خلينا نقول أمي يعني أمي الثانية. أستاذة مها، من الحاجات اللي خلينا نتكلم عنها بإنه الفرق بين مكانة الزوجة والأم لدى الإبن. هو طبعا الإبن لما يتزوج علاقته بأمه بتنقطع، هي طبعا علاقة امتدادها طويل جدا، ومن الذكاء الزوجة يعني إنها تخليه علاقته في محلها مع أمه. يعني ما تحاول تقطع العلاقة دي أو ما تحاول تتدخل فيها، لأنه هنا ممكن يكون في صراع. في صراع، في صراع. الزوج بيكون قاعد يعني تديه خصوصيته، تديه خصوصيته، ويعني ما تتدخل في أي حاجة بتخصهم الاثنين. بالنسبة له هو كيف يعني، إذا ما عايز أقول في مشاكل، إن شاء الله ما يكون في مشاكل، لكن إنه يعمل كمان قدر للأم في أمهات خيرات. أيوة. عندها مثلا ولدها ممكن يكون الولد الوحيد أو بيكون عزيز لها، فهنا كيف يدي الأم مكانتها ما ينشغل أو ما يحسسها بالإنشغال، وفي نفس الوقت يدي المرأة قيمتها اللي هي كزوجة. أيوة. يلا هنا المرأة ذاتها المفروض تكون متفهمة النقطة دي. يعني في بداية الزواج بيكون صعب جدا إن الابن يكون طوالي مع الزوجة، يعني هي تخليه طوالي مع أمه، يمشي لها مرة هي ذاتها بزيارات له أو لها تمشي لها، فدي بتلطف الجو بيناتهم وبتحسس الأم إنه هي ما أخذته مني. وبالطريقة دي بتكسب الود المهم. يعني تفتكر برأيك يعني أهم الأسباب أو أبرز الأسباب اللي ممكن يكون في توتر أو مشاكل ما بين البيت وما بين نسيبته أو الولد ونسيبته كمان، يعني نأخذ من ناحيتين؟ والله الأسباب هي طبعا كثيرة جدا، يعني احتمال يكون في خلاف بينهم هم الزوجين. طبعا في بداية بقول لك السنة الأولى دائما بيكون في خلافات. ليه؟ لأنه اختلاف الطبائع، الناس يدوبهم بدأوا يتعايشوا، بيكون في خلافات بيناتهم. الخلافات دي ما مفروض يمدوا للأسرة، ما مفروض هو يدي كلمة لأم عشان يقول لها عملت وعملت. ما مفروض هي تدي كلام لأم تقول لها عمل وعمل. هم يحلوا مشكلتهم براون. بمجرد ما المشكلة طلعت للنسيبة، سواء نسيبته هو أو نسيبته هي، بالتأكيد حتعمل امتداد للمشاكل. ما بتنساها بعدين، ما بتنساها حتى لو العلاقة رجعت صافية. بتبدأ تدي كلام لازع، يعني الأم ما بترضى في ابنها، بتدي كلام لازع جدا للزوجة. الزوجة بتبدأ تحفظه، بتحاول ترد، بتبدأ هنا بيبدأ الخلاف يكون استمر. ايوه، دائما انت قلت لي بتظهر الفتره الاولى السنه الاولى ما بين الازواج. هل أيوة. ممكن تظهر المشاكل بالنسبه ما بين الزوجه والنسيبه او النسيب ويعني النسابه بشكل عام؟ يلا دي في اذا كانت ما في احترام، ده شكل العلاقه من الاول. الزواج ما هو شراكه بين اسرتين. صحيح. يعني انتساب اسرتين لبعض. الاحترام من الأول بين الأسرة، أسرة الزوج وأسرة الزوجة، إذا حافظوا عليه وكل أسرة حافظت على حدودها ما يتدخلت، تخيل شكل العلاقة بكون طيب جدا وبتستمر لقدام، وبتعودوا عليه أنه أنا ما أتدخل في شؤونه وأنه هم يتدخلوا في شؤوني. كيف ممكن نعمل الحدود دي؟ يعني أنه الزوجة حابة أنه يكون برضو عندها يعني خصوصيتها. أيوة. وعندها برضو علشان ما في زول يتدخل. أيوة. وافتكر دي حاجة كويسة، يعني حتى أمي ما تتدخل في علاقتي. أيوة. بزوجي. أيوة. في نفس الوقت ما تقلل من الاحترام. صح. أيوة. هي طبعا دي بحددها الزوج والزوجة. هم يكفلوا مشاكلهم بينهم، وأنا أتخيل لي يعني هم أقدر الناس هم يحلوا مشكلتهم بيدهم. يعني هو لما يجيبوا طرف من برا أكيد حيزيد المشكلة تعقيد. ليه؟ هو لأنه مفهومه بعيد كل البعد عن حدود المشكلة. أيوة. المشكلة بتمتده.
واحنا ما بنتمنى انها تبتدأ، دايرين العلاقه تكون دائما اواصر محبه وموده، ويكون هي علاقه ام بابنها وام ببنتها. هتواصل معاكي استاذه مها ونتواصل معاكم في موضوعنا، خليه بعد الفاصل. اهلا ومرحبا بكم دائما. بيت الهنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، بنتواصل معاكم. احنا في البدايه بنهني كل الزيجات وبنحاول انه نجعل منها زيجات ناجحه، مش ازواج بس، حتى مع النسابه. بنرحب بكم، بنرحب باستاذه مها احمد عبد الرحيم. اهلا بك كثير. استاذه مها، بالنسبه للغيره هل ممكن يكون لها تاثير على علاقه الـ يعني النسيبه بالبنت او بالولد؟ اكيد. الأم بتحس إنه هي بالرغم من إنه بعد مرات بكون ده اختيارها للعروس، صحيح، لكن لما يبدأ الزواج فعلي وخلاص يبقى خلاص انفصلوا في بيتهم براون، بكون في غيرة من الأم. يعني هي خلاص أخذته الليل من الصباح، ما يعني عدلي يومين ما يعني، يبقى المفروض هنا الزوجة ذاتها تكون متفهمة للحتة دي، يعني تحسس إنه أنت أمك دي لازم تمشي لها. هي ده دور الزوجة. ده دور الزوجة دي. يعني ده دور الزوجة، لأنه الأم بالتأكيد علاقتها يعني امتداد من هو طفل صغير ولدته ورضعته وكبرته. صحيح. فما ممكن تنقطع فجأة كده. وهي تكون حافز، يعني ممكن صحيح مسؤولية تكون عليه كبيرة. أيوة. شغله زايد بعد. أيوة. ذاك لو جو أولاد، فهنا دور المرأة هي تقول له أمشي زورها لك وشوفها، لأنه ممكن المسألة فعلا يجيبوها عليها يقولوا من ما دخلت عليه وخلاص. أيوة. ما شفناه. أيوة. تبدأ في مشكلة بتاعت إنه هي اللي أخذته مننا. أيوة. لما يجي الأولاد هنا، هل الأولاد ممكن يكونوا سبب في الخلاف ما بين الزوجة وما بين نسيبتها أو الزوج وما بين نسيبته؟ بالعكس، هم الأولاد اللي بيكونوا يمكن الحتة اللي بتكون ملطفة للجو لو في مشاكل يعني. أيوة. بتلقي ان الاولاد دائما بكون الحبوبه دائما حنينه. صحيح. يعني هي اللي بتحضن. سواء كان امها هي او امه بتحضن الابناء حتى لو في مشاكل بينه وبينها بتدوب. صحيح. بتنتهي. صحيح. يعني. هنا دوره ممكن احنا نديهم بعض الرسائل الصغيره يوصلوها علشان يعمل عمليه المصالحه مثلا للاولاد. للاولاد. هو ممكن يكون طبعا الطريقه بتاعت الكلام، يعني الكلام الحنين، يعني امي حبوبه. يعني في بعض الامات يعني بتقول لي ما تقول لي يا امي، قول لي حبوبه. في بعض الزوجات كده يعني انت اديه كلمه امي، دي امي حنينه. صحيح والله. يعني بتحسسها انها صحيح هي ولدت ابني ثاني. يمه زي الكلام يمه في السودان. يعني خلينا نقول مثلا الزوج ممكن هنا يكون ذكي في مساله انه يلعب بمساله المشاعر ما بينه وبين امه مثلا وبين زوجته، بانه يقول للولد مثلا امشي قول لي حبوبه. يعني امي بتسلم عليك مثلا. ايوه حاجه. أيوة. زي أيوة. ممكن يكون لها تاثير. فعلا تاثير كبير جدا. يعني الليله الزوجه ذاتها جات داخله بهديه ليها في مناسبات عيد الام، تاثيرها كبير جدا. صحيح. يعني الخلافات اللي ممكن نقول انها بتكون بين يعني بين الزوج وبين زوجته، هل ممكن تزيد نسبتها اذا خلينا نقول مش عمليه التدخل، حتى عمليه الايماءات اللي ممكن نشوفها اذا الام حست، لان الام بتحس حتى لو ما حكى. فدي ممكن تزيد من الخلاف اذا خلينا نقول حتى لو كانوا متفاهمين الازواج مع بعض. والله هي في بعض الحاجات اللي بتحصل في بداية الزواج، يعني مثلا هي دخلت عليهم جديد العروس، مثلا في تصرف ما عجبهم منها، بتحس انه في بعض الحموات او النسابة بيدوا مطاعنات كده ليها، فيعني كلام بيلكزوها بيه، فهي بتحس انه الناس ما بتقبلني، بتبدا تكش. المساله ما ممكن يعني ما شرط تكون ما بين حاجه مباشره ما بين الزوجه وما بين نسيبتها، ممكن اهل الزوج. أيوة. برضه ممكن اهل الزوج يساعدوا في انه يخلوا النسيبه دي تتمرد عليه مرات ولا. مثلا مثلا يقولوا لها هي ليه ما بتخش المطبخ؟ هي ما تكون منتبهه للحته دي، هي سعيده جدا واقفه وبتطبخ. لكن يقولوا لها هي ليه ما خليتها دخلت المطبخ؟ ما بتخش ليه؟ تدفعين قروش علشان تدفعين فيها قروش قدر ده عشان تقعد تتكف لك وتقعد لك كده. اي في كلام زي ده كده هو بيدفع. هي سموم، يعني هم الناس فاهمين دي سموم هي. أيوة. بس بالنسبه لي فافتكر انه نسيبه هنا تكون عاقله وواعيه. أيوة. برضه في انه ما السموم دي ما تدخل في حياتها. ما تدخل في يعني قمنا باستطلاع ثاني استاذه مها، وسالنا الناس من الذي يحدد العلاقه بينك وبين نسيبتك؟ تعالوا نشوف الاجابات. هي مجرد ما انت يعني اتزوجت البيت فاسرتها بقت اسرتك، يعني اسرتها بقت اسرتك وبالذات الام، لانه الام دي اعظم حاجه. فشوف انت اتزوجت بيتها وبيتها دي يعني هي حته منها النسيبه. يعني انا بالنسبه لي انا
ما بشوف فيها حاجة كنسيبة، بشوفك وأم بالنسبة لي، وبتعامل معاك عملت بنتي وهي بتعاملني كأم. دي أنا في نفسي أنا، وبرشد عليها الناس كلها ونكون بالصورة دي. يعني لازم أنا أكون أنا الأفضل منها، يعني حتى لو كان عاملتني كعبة وما عاملتني حلوة وكذا، أنا دايما بكون إني أنا أحسن منها. بنشكركم ونتمنى إن شاء الله دايما الحياة تكون سعيدة ومستقرة وهادئة وهانئة ما بين كل الأزواج ونسابتهم إن شاء الله. أستاذة مها، كيف إحنا ممكن نخلي النسيبة هي يكون لها نوع من التدخل في كسب الرضا أكثر من إنه هو عملية تدخل في الحياة الزوجية؟ والله هي بإنها تكون مع ابنها، يعني أنت حال زوجتك دي يعني وديها مثلا الناس فلان يتعرفوا بيها لأهلك، وديها لخالاتك، دي حتة بتاعت إنه بتحسس إنه يعني حاول ضمها للأسرة، حاول وريه امتداد الأسرة، يعني بمعنى إنه تفهموا هي خلاص يعني يتقبلوها في العائلة. أنت معاملتك ليها لازم تكون كويسة، أنت مثلا يوم ده خليتها ومركتها، خليتك قعدت مسافة طويلة جدا، لما زهيت انت لما تجي بدري عاوزة ترتاح، حاجة زي دي يعني هي اللوم لما انت تلفت نظر ابنها عليها بتخليه وهو يعني يحس بانه علاقته بزوجته يعني علاقة بتاعت رضا او رضيان عنها الام، بتحسس بانه انا رضيانة يعني عن علاقتك دي. وأفتكر دي ممكن تكون مصدر بتاع ثقة أستاذة مها، أيوة. في إنه ممكن يحكي للأم بعض الحاجات، أيوة. علشان يأخذ مشورتها إذا هي كانت بالفهم ده وبالوعدة، أيوة. إذا كانت نوعا ما اللي هي فيها المسائل الثانية تكون غيرانة شوية، زهجانة من البيت، ما كانت راضية بها من الأول، هنا الواجب عليهم إنه يحكي للأم مثلا بعض الحاجات، يأخذ نصيحتها، ولا أفضل الابتعاد؟ لا، الأفضل الابتعاد. الأفضل الابتعاد، والعكس إنه يجيب حاجات هدايا، يعني مثلا حتى من وراء زوجته يقول لها هي قالت رسلت لك الهدية دي، أيوة. يعني حتى بتاع التلطيف جو أو تقريب مشاعر بيناتهم. كيف ممكن نقول إنه الزوجة تكسب ود نسيبتها؟ بعض الأمور اللي ممكن نديها لها روشتات سريعة. أيوة. أنا بتمنى للناس اللي تزوجوا جديدين كلهم، وبقول لهم إن شاء الله بيتمالوا عيال ويغلبك بالمال زي ما بقولوا، وتغلبي بالعيال. أتمنى لهم حياة زوجية سعيدة وما يكون فيها مشاكل مع النسابة ولا مع الزوجة، ويعيشوا في استقرار. تمام، وأفتكر أحلى دعوة وأحلى ختام لفقرتنا. شكرا لك. نشوفكم مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، حبابكم عشرف بيتكم بيت الهنا، ودائما إحنا بنتواصل معكم في فقراتنا، والفقرة القادمة هتكون نصيحة. نصيحتنا لكم للمرأة السودانية مع دكتور أبو بكر محمد علي نصر، تعالوا نشوف نصيحته مع بعض، تفضل. نرحب بالسادة المشاهدين في فقرة أمراض النساء والتوليد. هنتحدث في هذه الفقرة عن موضوع الإنجاب والفحص قبل الزواج. طيب، نسبة حدوث الحمل في الدورة الشهرية بالنسبة للناس المتزوجين اللي بيعيشوا حياتهم بصورة طبيعية ومتواجدين مع بعض، ودي حتة أساسية جدا إنه التواجد بصورة مستمرة، هو زي 20%، يعني من كل 10 في 2 بيحملوا. عشان كده بندي الناس فرصة بتاعت سنة عشان نجي نقول والله ما حصل حمل، لكن في ناس بيكونوا مستعجلين بيصيروا إنه والله من أول شهر ثاني شهر، الضغوط الأسرية عليهم ما بقيتوا ثلاثة، يمشوا يستعجلوا سريع لموضوع إنه ليه ما حدث حمل. طيب، بيبقى السؤال، إذا ما حدث حمل بعد فترة كافية من إنه في حياة طبيعية بين الزوجين، إما في أسباب في الزوج أو في أسباب في الزوجة أو في أسباب فيهن الاثنين متواجد. طيب، بالنسبة للزوج الموضوع بسيط جدا، فحص السائل المنوي بيقدر يورينا إذا كان عدد الحيوانات المنوية في الحدود الطبيعية اللي هي أكثر من 20 مليون، والحاجة الثانية بنشوف إذا كان الحركة بتاعت الحيوانات المنوية طبيعية، والحاجة بعدها اللي هو إذا كان شكلها طبيعي. الثلاثة أشياء دي بتورينا إن والله الفحص طبيعي ولا ما طبيعي، بناء عليها بنقدر نحدد الخطوة اللي بنعملها شنو إذا في أي خلل في هذه الأشياء. طيب، بالنسبة للسيدة بنبدأ في الأول بإنه نسألها من الدورة الشهرية منتظمة، لأن انتظام الدورة الشهرية بدل إنه فيه تبويض، لأنه ببساطة عشان يحدث حمل لازم يكون فيه تبويض منتظم، يكون في حيوانات منوية قادرة على تخصيبها. الحاجة الثانية بنسأل من المغص مع الدورة الشهرية، اللي هو شيء كويس لأنه لما يكون في مغص معناتها الدورة بيكون فيها تبويض عادة. بعد كده بنسأل عن هل في أسباب قبل كده سابقة أدت لإنه والله في قفل في الأنابيب. الأشياء زي دي اللي هي ممكن تكون التهابات سابقة ولا جراحة في منطقة الحوض،
أدت إلى حدوث التصاقات أو مرات بعض الأمراض الجنسية اللي هي بتسبب قفل في الأنابيب. طيب الناس بيسألوا، طيب هل قبل الزواج إحنا ممكن نعمل حاجة؟ طيب الواحد إذا كان قبل الزواج الدورة منتظمة وما في أي خلل فيها قبل كده وما عنده أي عيوب خلقية في الجهاز التناسلي وما عندها جراحات سابقة عشان تفكر إنه حصل لها التصاقات وما حدث لها التهابات وكده ولا الأمراض المنقولة جنسيا، دي بتخلينا نطمئن كثير من جانبها. بالنسبة للزوج ممكن يعمل فحص السائل المنوي بيطمئن إنه والله هو طبيعي ما فيه مشكلة. طيب يبقى الأشياء البسيطة دي هي بتدينا تقييم للوضع كيف. بعد ما نصل إنه والله في علاقة طبيعية وما حصل حمل نبدأ بالفحوصات، يعني فحص السائل المنوي، ممكن نفحص الهرمونات عشان نشوف مستواها طبيعي، ممكن نعمل فحص عشان نشوف إنه حصل تبويض برضو فحص على هرمون، ومرات بنحتاج نعمل صورة ملونة للأنابيب أو بواسطة المنظار. الأشياء دي بتقدر تقيم لنا السبب شنو، وفي بعض الأحيان يا جماعة ده كله يكون طبيعي ويكون في سبب ما معلوم. وفي الختام نتمنى أن ربنا يرزق الجميع بذرية صالحة وذرية طيبة، وشكرا جزيلا وعودة إلى الاستديو. شكرا لك دكتور أبو بكر. وإحنا مشاهدينا في حلقتنا اليوم تكلمنا عن دور المرأة في التعامل إذا كانت نسيبة أو إذا كانت مرت ولد. عموما نتمنى إن شاء الله الاستقرار يعم كل البيوت السودانية. هنا تشروط التي في إيميلنا نتواصل به معكم، وإن شاء الله بكرة لنا مواعيد جديدة، ودعناكم الله.